متابعين اليوم السابع، اهلا بحضراتكم. احنا في بث مباشر جديد تحديدا من مدينه العاشر من رمضان بمحافظه الشرقيه. المدينه شهدت الاسبوع الماضي حادث مقتل شاب يدعى حسن، عمره 24 عام، هو من محافظه المنيا. هو مقيم في العاشر من رمضان مع اسرته تقريبا من 7 سنوات، وشغال بائع فاكهه في موقف الاردنيه بمدينه العاشر من رمضان. حسن اتقتل على يد 4 من زمايله بسبب خلافات على أولوية المكان. هو كان يعني شهيد لومة العيش. احنا حاليا هنعرف القصة والتفاصيل اكتر من اسرته. الاجهزة الامنية القت القبض على المتهمين 4 اللي طعنوه بالاسلحة البيضاء وتعدوا عليه بالشوم داخل المول. نيابة العاشر من رمضان باشراف المستشار محمد الجمل محامي العام لنيابات جنوب الشرقية وجهت لهم تهمة القتل العمد، واتحبسوا 4 ايام على ذمة التحقيق. على دماغه دول مهددينه اصلا بالقتل، وجابوا الاثنين، هم وجابوا الاثنين التانيين دول. انت حضرتك اخو المجن علي الله يرحمه، هو شهيد لومة العيش ان شاء الله. اسم حضرتك ايه؟ احمد بهاء رياض محمد رمضان. ايه كم سنة؟ انا عندي 33. ايه القصة؟ احكي لنا ايه القصة؟ القصة ان اخويا، احنا اتنين قاعدين لنا اكتر من 8 سنين هنا في العاشر. اصلا منين؟ احنا اصلا من منيا. بنشع وبنحارب على لومة العيش. بنشع وبنحارب على اخواتنا البنات، احنا الاثنين بنشع وبنحارب على ابويا وعلى امه وعلى بيتنا. ما بنحاربش ولا بنشع ولا بنتخانق غير على لقمة عيشنا وبس. هو كان الفترة في يعني الأردنية دي أصلا ما كانتش موقف ولا كان السوق، يعني هو كان موقف بس ما كانش سوق. يعني ما كان السوق ده بدأ يتعمل من يعني من يومين ما بدات الكورونا تيجي، وبداوا ان هم يسمحوا للناس ان هي تبقى تاخد حاجاتها وهي مروحه من شغلها وكلمات من دي. فكان هو الاولويه ان هو كان بيفرش بره الموقف. لما نجوم فتحوا الموقف الاولويه لمين؟ ان اللي هو اديله فتره جنب الموقف ليه هو الاولويه يفرش. الكلام ده كان من بدايه الكورونا، في اول ايام الكورونا فضل هو فارش مكانه، وجات الناس الكبيرة اللي هي ماسكة الموقف وحددت لكل واحد، للناس اللي ليهم الأولوية في الموقف إن هم يفرشوا ده مكانه وده مكانه، وكل واحد يعرف مكانه، وشغالين على هذا الأساس أديلهم من ساعة الفترة دي لغاية 15 رمضان. 15 رمضان بعد تظهر الناس اللي هي كل اللي يسمع إن الموقف بقى فيه سوق يجي 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 لغاية ما الناس كترت ومحدش بقى لها مكان يفرش فيه. بدأت الناس ان هي تشد مع بعضيها وتاكل مع بعضيها. طبعا هو واقف ليه الاولويه لان الناس الكبيره هي اللي حاطه لقمة عيش. ايوه تمام. هو بيحارب على لقمة عيش. هو كان بيبيع ايه؟ هو بيبيع فاكهه. احنا هي شغلتنا معروفين ان هي الفاكهه، من يوم ما جينا العاشر ما لناش شغله ولا لقمة غيرها، هي الفاكهه. اتكلمنا على الواقعه بقى. الواقعه حصلت ان الناس ديت بدأ الأسبوع الماضي؟ الأسبوع الماضي وقبل كده بدأوا إن هم عاوزين يجوا يمشوا من المكان اللي هو فارش فيه. هم جم عبارة عن مجموعة. المجموعة دي عايزة تفرض وتسيطر نفسها على الموقع. أخويا دم حر. إحنا كلنا دمنا حر، كلنا. ما بنحبش إن إحنا لا نيجي على حد ولا حد يجي علينا. قدامنا في لقمة العيش. حددوه مرة واثنين وثلاثة. وعلى يد الناس وعلى يد الشهود وعلى ملأ الموقف كله ان هم حشتهم مره واثنين عنه وهو واقف مكانه على لقمة عيش، ويقولوا لغايه عنده ولغايه لدرجه ان هم بقوا يرموا عليه ناس وبقوا يرموا عليه كلام. وفي اثنين منهم مهددينه قبل كده بالقتل. من المتهمين الاربعه. يعني اللي هو خبطه بالسكينه واللي خبطه بالشومه على دماغه دول مهددينه اصلا بالقتل. وجابوا الاثنين، هم وجابوا الاثنين التانيين دول معاهم. بقوا الاربعه. بقوا الاربعه لان هم بلديات بعض، ودول جايين يجاملوا ويجاملوا في دم اخويا على ملأ الناس كلها، لدرجه ان هم عملوا دايره في النص وخلوه في نصهم هم الاربعه عشان ما حدش يحوش عنه. والشهود قالوا كده. شهود النيابه قالت كده، والتقرير معايا بتاع النيابه ان الشهود قالت كده، ان احنا من كتر السلاح اللي ماسكينه، السلاح الابيض اللي ماسكينه، السنك والسكاكين، ما قدرناش نخش نحوش عليه. اكيد نفسك في القصاص طبعا. اكيد اكيد انا نفسي في القصاص، وانا مع القضاء وبحترم القضاء، وانا لاغي فكره الطار، مش مع فكره الطار، مع ان اهلي بيضغطوا عليا وانا مع القضاء
لان انا عايز حق اخويا بالقانون اللي مات قدام الناس كلها في عز الظهر ومحدش قدر يحوش عنه. عايز القضاء قدام الناس كلها في عز الظهر برضه يجيب له حق ان شاء الله. هو شهيد لأمة عيشة، هو ده اللي انا بطلعه ان هو شهيد لأمة عيشة. ربنا يصبرك. حضرتك والدة حسن الله يرحمه. اسم حضرتك ايه؟ سهرة شمر. والدتي إيه؟ سمعتي بالخبر ازاي؟ اختي رنت عليا قالت لي يا ماما الحقي حقي حسن في الموقف متخانق وحد ضربه بسكينه. الاول قالت لي احمد، صوت لي قعدت اصوت والته ازاي ابني حبيبي. رجعت الجيران مش مصدقين والناس قالوا لي طب رني تاني، مش معقوله هيضربوهم ليه؟ ولادك بالذات من ساعه ما يوم هنا ما فيش حد بيسمع عنهم حاجه وحشه. ولادك في قمه الادب والاحترام يا حاجه. الجيران لما اتلمت عليا رحت رنة تاني، مين مين؟ قالت لي ده حسن، حسن يا ماما في الموقف، حسن في الموقف طعنوه سكينه، طعنوه خدوا له اسعاف في مستشفيات مش راضيه تقبله، وطلعوا يجروا بيه على الزقازيق. جريت بقيت ماشي حافل في الشارع طالع اجري وراهم في التاكسيات واتابع بالتليفون لما وصلت الزقازيق. بس ادعيله اقول يا رب نجيه، يا رب حوش عني، يا رب يا رب انت كبير يا رب تنجيه. اول ما وصلت المستشفى ما شفتوش يا حبيبي. انا وصلت الزقازيق كانت واقفه قعد ساعتين في الطريق دم وصفى. ما فيش مستشفى هنا في العاشر يبرتوا عشان بنك دم؟ ما فيش دم في العاشر ليه؟ ليه كان لحقوا ابني؟ ليه العاشر ما فيهاش دم؟ ابني على ما راح الزقازيق دم وصفى كان قلبه وقف. قلت له الدكتور خد روحي يا دكتور، خد قلبي وروحي واديها له، هو يعيش انا مش مهم. هو كان متجوز؟ لا يا حبيبي عريس 23 24 سنة، عريس لسه الزف في قبره يرحمه. كانوا طبعا بيشقوا معاكوا عشان يتجوزوا اخواتهم البنات الاول بيسافروا. ايوه ده عنده، احنا متجوزين من شهر 2 لحد دلوقتي متجوزين 3 بنات اخواتهم. بعنا بيتنا في البلد عشان خاطر يجهزوا اخواتهم البنات عشان يستروا البنات عشان يستروا البنات الاول. حبيبي اخته تقول له حبيبي انت بقى فاضل اتجوز يا حسن. قال لها لا لما ارجع بيتنا اللي بعناه، لما ارجع بيتنا ان شاء الله. اتجوز فين يا ماما؟ مفيش دلوقتي مكان. لما ارجع بيتنا ان شاء الله. هو اللي كان بيصرف عليا، كان بيصرف على ابوه، ياخد ابوه يجري بيه. ابوه يتعب يعني، ابوه تعبان عنده كليه واحده وتعبان عنده كسل في الكلى، تعبانه وعنده شريان تاني مريض. هما الاثنين اللي بيعلونا مفيش غيرهم. هو عريس في الجنة. احمد معاه ولاده ومراته، بس هو اللي كان الحمل عليه تقيل يا حبيبي، كان حملنا كله عليه. هات يا حسن. انت نفسك في ايه يا ماما؟ نفسي في القصاص، نفسي حق ابني يرجع، نفسي زي ما ضربوه وزي ما وجعوا قلبي عليه يتوجع قلبهم. نفسي في القصاص، نفسي في القصاص، نفسي ابني حقه يجي، نفسي ربنا ياخد لي حق ابني. بس هو ده العريس، هو ده العريس اللي زفناه، هو ده العريس اللي زفناه، هو اللي عايزين ناخد حقه. طالبين القصاص، مش طالبين غير القصاص، هو طالبين حقه بس، طالبين ربنا يبرد قلبنا بس عليه عشان يرتاح في تربته، يرتاح ودمه يبرد. دمه ما بردش لحد دلوقتي حسن، حسن دمه مش ما بردش لحد دلوقتي. حسن مش مرتاح في تربته طول ما حقه لسه ما جاش. انا طالبه القصاص عشان ابني يرتاح، طالبه الاعدام ليه اللي طعنوا ابني. بقالي اللي ربنا يصبرك. حضرتك والد حسن الله يرحمه ان شاء الله. تقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا ابني مضروب وملتجي للقانون ورا القضاء، وبقى انا بستعجل القضاء، بقى اطلب من القضاء باستعجال القضيه، بطلب من القضاء باستعجال القضيه. انت اكيد ما بتنامش يا حاج. مش هننام، احنا ما بننامش ومش هننام، احنا ما بننامش ومش هننام. ايوه ما هي حاجه حصل. انت عرفت بالخبر ازاي حضرتك؟ احنا شغالين كلنا في العاشر، يعني انا ما قاعد على فرش فاكهه وابني الكبير قاعد برضه على الفرش، وجانا خبر بالتليفونات ما لحقناش. احنا لو مع ابننا لو مع حسن مش هنخليه يتعارك ولا تحصل عركه ولا هنخليه نوصل للكلام ده خالص، لكن احنا في مكان وهو في مكان. شفته يا حاج في المستشفى ولا كان؟ شفته. ايوه امال ما شفتش ابني؟ اه اقصد يعني كان لسه في الروح ولا كان اتوفى؟ لا كان اتوفى. كان اتوفى الله يرحمه. الله يرحمه. هو يعني يمكن الناس حكونا ان هو كان ابن بر بحضرتك وبيساعدك. كان جدع جدا، كان محبوب، جدع جدا ومحبوب ومش بتاع مشاكل، عمره ما عامل مشكله، عمره ما واحد جه اشتكاني منه.
عمر ما واحد عشت عمره ما فيش واحد يشتكي مني، ما فيش بني ادم يشتكي مني. انت كنتوا في المنيا الاول ولسه جايين عشان قريب؟ كنا في المنيا، قعدنا في المنيا وفي اسماعيليه وجينا العاشر، عمر ما حد اشتكى من ولادي في شكوى نهائيا. احنا معانا حنان اخت حسن المجن عليه، هتحكي لنا تفاصيل الحادث. يمكن حسن اتقتل على التروسيكل، ده انه متمسك لاخر لحظه بالدفاع عن لقمه عيشه. حنان البقاء لله وربنا يصبركم. احكي لنا تفاصيل الحادث. تفاصيل الحادث هو اللي هو كان قاعد من الشغل اصلا بقاله 4 ايام ما معهوش فلوس يشتغل. خلاص ما كانش ابويا تعبان وعايز ياخد حقن، ابويا اصلا عنده فشل كلوي وماما عندها السكر وبتشتغل. واحنا كلنا بنسعى على لقمه عيشنا، اصلا احنا جايين العاشر هنا عشان نسعى على لقمه عيشنا. كان بيطلع اليوم دوت وكان جايب الزرع اللي كان جايبه ده شوكة. الفاكهة اللي كان جايبها دي كان جايبها شوكة، ما كانش عايز يعمل مشاكل، واقف في مكانه ده بقاله 7 سنين. استغلوا ان هو بقاله 4 ايام ما كانش شغال وعايزين يمشوه من الشغل من مكانه بأي شكل. يلا امشي من هنا يا حسن، انت جاي تبيع جاي تبطيخ ليه يا حسن؟ جاي مش ليه يا حسن؟ يقول له يا صاحبي هبيعهم وهمشي، يا صاحبي هاكل لقمه عيش وهمشي. عايز يجيب حتى حق الزرع وحق عشا اليوم حتى. فضل بعد ما هي الاول كانت خناقه كلام كده اتكلموا مشده توصل، ومشوا. ايوه هما مشده كلاميه ومشوا خلاص، بس هما ما كانوش حابين ان هو يعيش اكتر من كده على الدنيا. ما كانوش حابين يشوفوا واحد بيدافع عن لقمه عيشه بالدرجه دي، هنهم باحترامه، هنهم باحترامه، ما كانوش حابين ان هو يبقى محترم. راحوا وجم عليه كلهم، لما اهله ولما ولاد عمه جايين، اللي سكينه واللي شومه واللي مطوه، كل ده عشان واحد. هو كان قد كده قوي باحترامه، كان قد كده اللي هو بيدافع عن لقمه عيش ربنا مقويه لدرجه ان الناس تهيبه بالطريقه دي. واحد هو عنده 23 سنه واللي اتلموا عليه اللي عنده 38 واللي عنده 36، اصغر واحد عنده 23 من سنه، اصغر واحد للدرجه دي هو قوي للدرجه دي. احنا ضعاف قوي، بس هو ربنا بس اللي مقوينا وساندنا. احنا قاعدين في الاجار، طالب القضاء. انا مش طالبه اي حاجه، طالبه القصاص. احنا دلوقتي هو اللي كان بيصرف على ابويا العلاج بس، احنا كنا ناكلها بعيش، كنا بناكلها عيش وملح وراضيين مستورين جوه بيتنا. احنا ربنا ساترنا بس جوه بيتنا، احنا كل حاجه سيبناها ببلدنا وجينا هنا عشان ناكل عيش بس، مش عايزين حاجه تاني. انا طالبه القصاص، طالبه كل واحد استباح دم اخويا ووقفوا الشباب كلهم، كل اللي حواليه خافوا يدخلوا من المنظر، خافوا يحوشوا عني، هابوا من شكلهم وهو جاي وهم جايين. احنا ان شاء الله ما عندناش حاجه يا استاذه غير لما ناخد يعني نحس ان العداله كده اهوت اديتنا حقنا ووقفت جنبنا، ساعتها هنصب عز اخونا. ان احنا دلوقتي ما عندناش عز، احنا عندنا قتيل، عندنا قتيل قدام القضاء يجيب لنا حقه ويبرد ناره، وبعد كده هوت تعزينه واقول لك البيان معايا. ان شاء الله القضاء المصري عادي وحقه يرجع ان شاء الله. باذن الله. انا عندي امل، انا مع القضاء وعندي امل في القضاء المصري وعندي امل في الناس كلها ان شاء الله، ان هي شافت ابويا مظلوم انها تقف جنبي ان شاء الله. ربنا قبل اي حد يقف جنبنا ويقف جنبنا. من ربنا ومن الحكومه مش طالبين غير العدل، طالبين القصاص وحق حسن ابني يرجع، مش طالبه غير حق ابني بس. ادي اللي طالبه من الدنيا ومن حاجة ايام الدنيا كلها. ايوه هقول حسبي الله ونعم الوكيل، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من استباح الدم، كل من استباح دم ابني، كل من يكسر واحد يكسر قلب ام على ابنها. هو الشاب كل من استحل الشاب ابني في الدنيا لو هو ما يعرفش ربنا هيسرق هيقتل. انا اخر كلمه الدكتور قال يا ماما ابنك مات شهيد، اخويا ما عملش حاجه غير انه اتمرمط، هو الموقف قال ابني قال اشهد ان لا اله الا الله كله، وربنا اعلم بلقمه العيش اللي بتيجي من ورا الشغل في الشغلانه دي. والله العظيم ربنا اعلم، انا مش عايزه غير حق اخويا بس. وعايزه برضو حاجه تانيه، عايزه اشكر وكيل النيابه، عايزه اشكر المستشار وائل ريان، عايزه اشكر ابني وجيب عايز حق أشكر كل اللي ساهم الناس اللي وقفوا، عم ابو علي، عم سعيد،
كل الناس دي كبيره اللي عايز يجيب حق حسن. الناس دي مش صغيره، الناس دي كبيره وربنا يهديها. بس الناس دي لما شايف اخويا ضعيف ما حبوش. الناس دي لما عادي بتعرف ربنا في المستشار وائل ريان، في ناس كتير قوي بتحاول يعني ان هي تجيب حقيقه وتجيب حق، عايزه تكسر حق اخويا، عايزه تنيم على حق اخويا. لا في قضاء مصري عادل، في اجهزه امنيه محترمه، القت القبض على المتهمين، يا عم محترمه طبعا، في قضاء عادي ربنا يبارك له ويبارك له. عندنا قضاء عادل، عندنا ناس ربنا يبارك في الناس كلها اللي بتمشي ورا الحق وبتمشي ورا كلمه العدل. احنا مش عايزين نزين اي حاجه، انا مش عايزه اضيف اي حاجه بغير الحقيقه، انا عايزه الحقيقه بس. البقاء لله. يا ست سحر، والده الشهيد حسن هو شهيد لقمه العيش، لانه هو يعني مات دفاعا عن لقمه عيشه. ايوه. وحنان اخت الشهيد برضو بنقول لك البقاء لله، وربنا يصبركم ان شاء الله.